الكثافة محصول يعتاش منه كثير من المزارعين في مرتفعات فيتنام الوسطى، لكن الزراعة أضحت عملا شاقا بسبب تناقص الأمطار الناجم عن تغيرات المناخ كما تقول هذه المزارعة. الأمور تزداد صعوبة ولم يعد بإمكاننا العيش مما نزرعه، فالمحاصيل قليلة جدا، وأعتقد أن هذا العام سيكون أكثر جفافا من ذي قبل. ما ينتجه المزارعون من محصول يبيعونه لمصنع تابيوكا القريب. نوين باغماي هو نائب مدير الشركة ومسؤول الشؤون البيئية، وكان قد تولى لسنوات طويلة إدارة المصنع. استخلاص النشا من جذور الكثافة عملية معقدة، إذ يجب تقشير الدرنات وتقطيعها ثم بشرها، وبعد الحصول على النشا يتم تعريضه لبخار الماء، عملية تستهلك كميات هائلة من الطاقة خاصة الحرارة. مادة النشا تستخدم في صناعة المواد الغذائية والصناعات الكيميائية أيضا، لكن مياه الصرف الصحي التي يخلفها المصنع عالية التلوث، ويتم يوميا تفريغ حوالي 1,600,000 لتر في أحواض كبيرة، حيث تتعفن وينبعث منها غاز الميثان الضار بالمناخ. لذا تم التفكير في تجميع هذا الغاز واستخدامه كوقود لأفران المصنع، كما يوضح نائب مدير الشركة نوين باغماي. لقد أثبتت هذه المنشأة كفاءتها العالية، فهي مفيدة للبيئة والسكان، وبطبيعة الحال للشركة أيضا، فمن ناحية تسهم في خفض درجة التلوث البيئي، ومن ناحية أخرى تساعد على توفير التكاليف، وهذا يجعلنا ننتج بكفاءة أكثر. يحرق الغاز في هذه الأفران للحصول على حرارة مجانية من مصدر لطاقة نظيفة ومتجددة، وبذلك توفر الشركة حوالي 170,000 يورو في العام من تكاليف الفحم وحده. وسيحصل المشروع على شهادات خفض الانبعاثات الضارة بالمناخ التي ستستثمر في تحسين الظروف المعيشية. أحياناً نقول لأنفسنا هذا شيء رائع، لقد حدث بالفعل تغيير كبير، هذا المشروع لم يغير وعي الناس فحسب بل يسهم في حماية البيئة أيضاً. وهكذا يستفيد الجميع من مشروع الغاز الحيوي، الشركة والسكان والبيئة أيضا، كما أن مياه الصرف الصحي النتنة تتحول في النهاية إلى مياه نظيفة صالحة للاستعمال.